كابتن عادل ألف مبروك، 3 نقاط مستحقة بيواصل بيها النادي الأهلي سلسلة عروضه الجيدة وسلسلة انتصاراته. ولكن خليني أقول لك على حاجة أنت قلتها لي من السنة اللي فاتت. هو أنا شايف إن مستر كولر عمل طفرة هايلة جدا في أداء بعض اللعيبة في الملعب. دي حقيقة. عمل اكتشافات داخل الملعب، والاكتشافات دي انا بالنسبه لي شد نظري والناس كلها شايف باداء كريم فؤاد وتوظيفه في المركز الجديد ومحمود متولي. طب اولا مبروك الفوز المستحق، وانا سعيد بيه. ليه؟ لان احنا كان عندنا مشكله في كل بطوله بناخدها كنا بنرجع اتعادلنا، يمكن ضاع مننا من فرق صغيرة وضاع مننا حوالي 5 بونت من بتيار الجونة ولا مش عارف، يعني في فرق خدت مننا 5 بونت بعد البطولات. انا كنت مستني ايه اداء اللعيب. في حاجة تانية مهمة، انت الداخلية ممكن يكون بيلعب مدافع بيلعب قدام الفرق جامد، لكن انت اللي اجبرته يبقى بالشكل ده، انت ضاغط عليه تلعب بسرعه من البدايه بتبين اخطائه، ايجابي على المرمى، ايجابي على المرمى، جبت جون والتاني بسرعه. لا النادي الاهلي كان كويس، يعني انا مع ايه دائما، انا بحب النادي الاهلي لما يبقى اللعيبه اخطاوا في التكتيك او اخطاوا في اللعب اقول لا اخطانا وعملنا، لكن لما يكسب مش هقول ان الفرقه الداخليه كانت اقل، لا انت اللي خليتها اقل، انت اللي افضل، انت اللي احسن، انت اللي شغال افضل وانت اللي عملت جيم كويس. انا في رايي جيم النادي الاهلي النهارده جيم عالي قوي، حته الاهداف اللي دخلت، انت كسبان 4 نتيجه جيده رغم ان انت ممكن تكسب 9 و10، لكن انت بتتكلم بعد البطوله اللي احنا خدناها السوبر والاداء المميز، اكيد بتنزل 6 لعيبه او 7 لعيبه متغيرين من المباراه للمباراه. رغم هذا رحت وكسبت وجبت 4 جوان واشتغلت كويس قوي. كريم فؤاد يمكن يا كابتن ايمن احنا اتكلمنا على اكتشافات اللي انت بتتكلم عليها من المدرب. المدرب بيرقم اللعيبه يا كابتن، وخدها مني، من المدربين اللي بيرقموا اللعيبه. بمعنى ايه؟ في فلسفه مدرب ان هو يبقى عنده يصنف في الباك رايت 1 والاحتياطي بتاعه 1، صح؟ لا ده، لا ده ال10 والاحتياطي رقم 11 اللي هو كريم فؤاد. بمعنى بس يعني بس خلي بالك انا معاك في الكلام ده، بس هو وظفه في مكان هثبت لك. ايوه اتفضل. معلش هثبت لك بالدليل. ماشي اتفضل. الماتش اللي فات السوبر نزل كريم فؤاد لعب فين؟ قدام. مين اللي كان قاعد بره؟ كان في لعيبه قاعده بره اصلا بتلعب طرف. يعني في حسين الشحات كان خارج التشكيل، لكن لعبه قدام ليه؟ لان هو اللعيب رقم 12 بتاعه. وده التصنيف. فايسا كان جه عمل كده في مصر اول لو فاكر، وانا يمكن قلت لك كابتن ايمن الالمان والسويسريين قريبين من بعض في فكر الكوره، انك انت تغير اداء الملعب. لما بيغير ممكن. بس انت هو قصدك ايه باللعيب ال 12؟ يعني ده اللعيب الجوكر يلعب في اي حته في الملعب؟ لا شوف يا كابتن، هو القناعه بتاعه المدربين انك لما تصنف اللعيبه، يعني مثلا كريم فؤاد، محمد هاني احتياطي الباك رايت بتاع اكرم توفيق، لما يجي ينزل هينزل كريم فؤاد يلعب بيه. لما يجي هاف رايت كريم، مش هاف رايت مثلا، في هاف رايت حسين الشحات، لما يجي ينزل هينزل يعني كريم. انت قصدك التفكير الاول للمدير الفني بيبقى رقم 12 الا في حته السيرت باكات مثلا. السيرت باك لا، يعني او ممكن لو عنده اكرم توفيق بيلعب ديفندر في وسط الملعب هينزل كريم فؤاد باك رايت لو واحد ديفندر ويدخله هو يلعب الديفندر. ما دي افكار مدربين وهو مقتنع بيه كويس، مقتنع بمحمود متولي. ليه؟ احنا قلنا من اول يوم ان هو بيحب لعيبه الكوره، بيحب اللي يطلع سليم من تحت. محمود متولي بيعرف يطلع سليم من تحت اكتر من ياسر واكتر من ايمن اشرف، عشان كده هو اللي بقى اساسي. يعني هو محمد عبد المنعم
انت دلوقتي ياسر معناها رقم ثلاثة في حتة السرد باكات، طالما استخدم ياسر واستخدم معاه محمود متولي يبقى هو رقم ثلاثة في السرد باكات يا كابتن. ما هي دي بقى الحاجات المهمة اللي كولر بيعملها الأيام دي في النادي الأهلي. أيوه. حاجة بقى المهمة دلوقتي إنك أنت في النادي الأهلي لما تيجي تكسب المباراة بعد السوبر بشكل، في احنا كسبنا النهارده بالراحه يعني بهدوء، واللعيبه امتعت وامتعونا وجبنا جوان كتير، لانه مش طول الوقت احنا عايزين مثلا نكسب 9 و10 وباداء عالمي. لا، انت بتتكلم في ظروف، انت كنادي انت شغال الدوري دايما، مش لازم كل الماتشات تبقى كويسه. يعني ده انا احيانا بقول لك يا رب لما ابقى وحش اكسب. ايوه، لانه الدوري كده وكل انديه العالم بتبقى كده. لكن انت النهارده ادائك مميز، وديت الداخليه للحته اللي انت عايزها، انك انت خليتها فيها سرعات وخليها ما يعرفش يقف ولا يتمركز ولا يلعب دفاع طول الوقت، ولا كده خليته يبقى مضطر انه يجري على قدام، مضطر انه يهاجمك عشان جبت الجون الاولاني والجون الثاني، البلان الثاني بتاعه مش عارفه. انت كمان عندك اللعيبه، قدرت ان انت تشتك لعيبه كتير قوي زي زي حسام حسن وزي بيرسيتا، واللعيبه اللي نزلت دي كلها. يعني انت مغير شويه تغييرات، يعني محمد هاني ومتولي طلع مكان وحسام حسن وصافي وبيرسيتا وشريف وشادي وفخري وكوكا وكريم. يعني انت كمان جبت لعيبه ما كانش في الحسبان. يعني انت لو غيرت النهارده كنت هتغير، لو الاداء ما كانش كويس والمكسب كان فيه تعثر كان هيحصل ايه؟ كنت هتنزل الناس اللي انت متاكد منها تماما. لا، انت بتجيب ناس تانية قبل التوقف. ايوه، فمبروك النهارده المكسب، مبروك ان انا كسبت بعد السوبر، لان دي كانت مظبوط من الحاجات الخطا اللي كنا بنعملها السنتين اللي فاتوا في النادي الاهلي. ولو رجعتوا الماتشات كلها اللي بعد المكسب، ولا لما ترجع من كاس العالم للانديه اتعادلت. خلي بالك معظم الانديه الكبيره كده بعد اي بطوله. انا لا، مش معظمها كده، بقول معظمها مش كلها. يعني معظمها لا مش يعني كلها. لا، من وجهه نظري ما يعني المدرب الذكي اللي يعمل حافز جديد. انت عملت الحافز، انا قلت لك قبل الاستوديو، انت عملت الحافز بكام؟ بسته. طيب انت عامل بسته، وانت عامل بكام؟ وفي حاجات كتير قوي غيرتها جوه الملعب، وفي طموح. واحد زي كريم فؤاد عنده طموح كبير قوي انه بعد ماتش الزمالك كسر الدنيا، وانه بقى يعني افضل لعيب في النادي الاهلي النهارده. لا، مبروك، احنا اللي ادائنا اللي خلى الداخليه بالضعف ده.